انطلق اليوم أو تحل اليوم عفوا الذكرى الخامسة لوفاة أحمد زويل العالم المصري الأمريكي الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء. وقد حصل زويل على الجائزة عام 1999 عن أبحاثه في مجال كيمياء الفيمتو، وهي تكنولوجيا لتصوير التفاعلات بين الجزيئات باستخدام أشعة الليزر، ليصبح أول عالم مصري وعربي يفوز بجائزة نوبل في الكيمياء. وللمزيد ينضم إلينا من بوسطن عبر خدمة سكايب دكتور فاروق الباز، العالم المصري ورئيس مركز أبحاث الفضاء في جامعة بوسطن الأمريكية. أهلا بك معنا دكتور فاروق. في ذكرى وفاة أحمد زويل، كيف ترى واقع البحث العلمي في مصر اليوم؟ والله الدكتور أحمد زويل كان يعني كان شخصية فريدة، وكان عالم متميز، وكان مصري أصيل. هو متخرج من جامعة الإسكندرية ودرس طبعا بره، وكان عمل أعمال بتاعته في كالتك في كاليفورنيا، ولكن في نفس الوقت كان مصري أصيل. معنى ذلك أن هناك احتمال أن تكون هناك في مصر شخصيات مثل الدكتور أحمد زويل، ولكنها لا يعني لا ترى الدعم الكافي لها، لماذا؟ وهذا ما يخصنا اليوم. يعني يعني لماذا، كيف ينهض أو كيف تنهض مصر في واقع البحث العلمي برأيك؟ هناك علماء كثير في العالم العربي وخاصة في مصر، لأن خريجي الجامعات في مصر عدد كبير جدا، ومعنى ذلك أن هناك احتمالية أن يكون هناك بينهم أناس متميزون، ولكن لا يعني لا تصلح البيئة بهذا الدعم، ولا يتم الدعم الحكومي لكل هؤلاء الناس. أين الخلل يعني؟ في الميزانية المخصصة للبحوث العلمية، أم ترى أن هناك أسباب أخرى؟ لا، أول واحدة الميزانية الخاصة للميزانية، فإحنا بنصرف أقل من 2% في الميزانية، والدستور بيقول لابد أن ننصر 2%، وإحنا بنصرف 1% تقريبا أو واحد وشوي. معناها إن إحنا بنصرف ضد الدستور، لأن الدستور يقول على الأقل 2%، الدول المتقدمة بتصرف 3 أو 4%. معنى ذلك إن إحنا أيوه، ده واحد من الخلل اللي موجود حاليا، هو إن إحنا لا نصرف ما يكفي على البحث العلمي. طيب، مصادر الدعم هذه التي تتحدث عنها، يعني اذا 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 اخذنا مثلا تجارب في دول غربيه مهتمه بالبحث العلمي، نجد ان مصادر الدعم متنوعه، حكوميه وايضا شركات خاصه ومختلطه حكوميه وشركات خاصه. برايك هل هذا معمول به في مصر، ام ان الاعتماد فقط على المصادر الحكوميه في تمويل البحث العلمي؟ معلش، أنا قلت الرقم 3 و4%، ده الصرف الحكومي إضافة إلى كل ما يصرفه القطاع الخاص. فإحنا بنأمل أن الصرف الحكومي يصل على الأقل إلى 2% كما ينص الدستور. ولكن إضافة إلى ذلك، فإن في الغرب تقوم مؤسسات وشركات تعمل في البحث العلمي، لأنها بتستفيد من البحث العلمي مادياً. وهذا ما لا نفهمه في العالم العربي، ان احنا ممكن ان نستفيد ماديا من دعم البحث العلمي. طيب، ما الذي يمكن ان تفعله مصر الان لتنويع مصادر دعم البحث العلمي، وانت تعرف ان مصر تمر بظروف اقتصاديه صعبه
يعني الميزانية ربما تخصص لملفات لها الأولوية، ربما متعلقة بالمعيشة، متعلقة بالاقتصاد وما إلى ذلك. بالتالي ما الذي يمكن أن تفعله مصر في هذه الحالة؟ دعم الناس اللي هم أغنياء البلد والمتخصصين ولا أصحاب المصانع وأصحاب الشركات الكبيرة، تدعمهم وتقول لهم لو صرفتوا الفلوس في البحث العلمي هنقلل الضرائب عليكم، ونشجعهم ونعمل لهم اجتماعات مع رئيس الدولة ويشجعهم لعمل الحاجات دي، ونعمل لهم اجتماعات مع الناس العلميين عشان يقولوا لهم ازاي تستفيدوا من البحث العلمي وهكذا. يعني ممكن، يعني لو كان في خطة محددة كان ممكن جدا من الدولة ومن الأفراد ومن المجتمع. طيب دكتور، وأنت كعالم مصري، يعني هل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هي من تضع الرؤية الاستراتيجية بالنسبة للبحث العلمي، أم أن هذه الرؤية تكون بشكل منفرد، ربما جامعة تنفرد بمشروع ما أو رئيس جامعة؟ هل الموضوع ممنهج أم عشوائي برأيك؟ لا، هو ممنهج بوزارة البحث العلمي، لأن ما فيش حد بيدي موارد تدعم البحث العلمي إلا وزارة البحث العلمي والتكنولوجيا. معنى ذلك إن كل ما يقام من البحث العلمي هي الوزارة اللي بتقول عايزين نعمل كذا وبحث علمي في كذا، وأداة وارد لأنه إيد الحكومة في إيدها ده، لأن دي يعني الكمية اللي الحكومة تقدر تعملها. لكن في نظري إن هناك الكثير من الأبحاث العلمية التي تساعد الصناعة وتساعد الإنتاج في حاجات كثيرة جدا لا يصح أن الحكومة تدفعها، لأن دي ما أصحاب المصانع إنهم يعملوه. فدي اللي ناقصة عندنا، إن الناس عامة الناس والشعب كله يفهم إن البحث العلمي ممكن إن هو يكسب، ممكن يجيب مكسب. برأيك لماذا لا تدرك الشركات الخاصة دكتور فاروق، الشركات الخاصة في مصر لماذا لا تدرك أن هناك أهمية لدعم البحث العلمي في مصر، وأن هناك فائدة تجارية كما قلت واقتصادية من ورائه؟ بدأت بعض الشركات بس دي يعني بنسبة يعني 5% من الموجود. معنى ذلك ان هناك يعني نقص في نمرة واحد، ان العلماء نفسهم تعودوا انهم ياخذوا فلوس من الحكومة بس، وده غلط. ان الحكومة فلوسها محدودة، ممكن الواحد يروح ياخذ فلوس محدودة من الحكومة ويروح للشركات الخاصة ياخذ منها كتير. فممكن ان ده مش موجود في مصر، فبرضه العلماء لازم يتعلموا ان احنا ممكن ندعم البحث العلمي من العامه من الشركات، ودي له يعني ما هوش زي الحكومه بتاع بروبوزلز ويعملها كذا وكذا، لا ده له في كلام نعم، واثبات ان انت لو البحث العلمي بتاعك يعمل ايه. واضح. من بوسطن عبر سكايب دكتور فاروق الباز، رئيس مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن، شكرا جزيلا لانضمامك معنا.